الأخصائي بجراحة التجميل دكتور نادر صعب معنا الليلة من ببيروت، بس بهالفقرة ما رح نحكي عن آخر التطورات وما الجديد بعالم التجميل، إنما رح نحكي عن ترشحه لمركز نقيب بنقابة الأطباء ببيروت. طبعا لفتة كتير مهمة من دكتور صعب، ودايما دكتور هيك إذا بدكم حامل شعار لتشجيع السياحة التجميلية عنا بلبنان بيروت، رح نشوف إذا هيدي النقطة من ضمن برنامجه الانتخابي. طبعا كنا عم نحكي عن النتائج رح تتم نهار الأحد، رح يكون في لنا لقاء معه خلال هالفقرة نعرف كل التفاصيل عن هالموضوع. يسعد لي مساك دكتور صعب وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير، كيفك؟ كتر خير. تمام، ماشي الحال. يعني ما استغربت من هيك ترشحك لهالمركز، لأنه بالفعل من زمان دكتور صعب حضرتك هيك حامل رسالة مثل ما بيقولوا بالطب، وبتشجع دايما السياحة التجميلية. خلينا نبتدي أول شيء بهالقرار، كيف مثل ما بنعرف نحن يمكن حتى وعينا على أنه لبنان هو مستشفى الشرق وهو مستشفى العرب، لكن اللي خزلني مؤخرا انه يمكن منع الطبيب من الظهور الاعلامي من قبل نقيب الاطباء السابق، يلي هيدا كان معيب ومهين مش للطبيب، للناس وللمواطنين. اليوم نحن الطب رساله ولازم نكرسها ولازم نحافظ عليها، ولازم من خلال اللي تعلمني وتثقفني بالطب نقدر نوصل هالرساله للناس لننورهم ونوجههم على ونعطيهم الارشادات الصحيحه حتى نقدر نفتك بالمرض ونقدر نتوقع الامراض اللي معقول نصلها. لكن فوجئت بقرار من قبل نقيب الاطباء بمنع الطبيب من الظهور الاعلامي بوقت ما انه الدخلاء والطارئين على الطب والطب التجاري وموجودين على التلفزيونات مثل مين بكل يعني محطة. الدخلاء هن طب الاعشاب، طب الاعشاب او طب البديل اللي بيتعاطوا الجراحه التجميليه وما عندهم لا طبيب ولا حسيب ولا رقيب، انه هيدا مهين فعلا للمواطنين مش للطبيب. وبالتالي هون نحن اذا هالرساله ما حنقدر نوصلها للانسان بنكون عم نخلي هالمرض يفتك بالمريض عكس ارادتنا وعكس يلي تعلمناه نحن بحياتنا. بقى الهدف منه هون كان من ترشح الى مركز نقيب اطباء لبنان هو توطيد العلاقه بين الطب والجسم الاعلامي، وبقول انا رساله الطب ما بتكتمل من دون الاعلام. الاعلام هو الوحيد اللي بيقدر ينشر هالرساله الطب، ونقدر نعطي المعلومات الصحيحه للمواطنين نقدر ننورهم، بينما الطب المزيف او ما يعرف بالطب التجاري هو ما بيعطي الا المعلومات المضلله والغير صحيحه. واليوم للاسف صاروا موجودين على كل وسائل الاعلام لقاء ماده بسيطه بيقدروا يضللوا العالم ويوجهون على الطريق الغلط. نحن اليوم بدنا نقول كفى، نحن اليوم بدنا نوقف مع هالنقابه لحتى نرجع يلي هي محط انظار كل اطباء العرب. نقابه اطباء لبنان نتيجه ما خرجت من ادمغه موجودين على كامل الكرة الأرضية، اليوم إلنا الحق نحن نقول كفى ونقدر نتعاطى مع المواضيع بكل جدية وشفافية وموضوعية. صحيح، رح نشوف نبدأ دكتور صعب نحن والمشاهدين عن الكلمة اللي ألقيتها خلال ترشحك لهالمنصب أو هالمركز، ونرجع منتابع لقائنا. بيروت هذا الجمعة، كونوا في الموعد. إذا آمن بمهنته آمن حتما برسالته وهي الإنسانية وخدمتها. لذلك نحن الأطباء قبل أن نمتهن مهنة الطب آمنا برسالتها السامية وهي خدمة الناس وتأمين حياة صحية قدر المستطاع لهم. من هذا المنطلق ارتأيت أن يكون شعار حملتي معا لتكريس رسالة الطب. نوجه تحية للجميلة زوجتك أنابيلا هلال موجودة هلأ بالباك ستيج، اللي دايما يمكن الداعمة كمان لألك ولشجعتك أكثر لتاخذ هالقرار. دكتور صعب، يعني في خطة معينة أنت وضعها إذا تم يمكن الفوز وأصبحت يعني طبعا نقيب،
أكيد أنا عندي برنامج انتخابي كتير مهم، بحس أنه بيتلاقى مع نقابة عصرية تواكب العصر. نحن اليوم بنقابة الأطباء بعتقد أنا في فوق 5000 طبيب فقير، يمكن بالكرة النائية منلاقي يمكن المعاين لا تتعدى $5 يلي هو فعلا مهم. اليوم نحن بدنا نفتش على وضع ضمان صحي للطبيب، شيخوخة للطبيب، ضمان حياته يلي هو فعلا اليوم نحن بنحكي بمعاش 600,000 ليرة. موجودة هالضمانات الصحية للطبيب؟ اليوم نحن بنحكي بمعاش شيخوخة لا يتجاوز 600,000 ليرة للطبيب، يلي بوقت انه بعض النقابات قد يصل الى 1,500,000 يلي هو يتخطى الدوبل. اليوم نقابة الأطباء لازم تفتش عن حلول يمكن لبعض الأطباء اللي بيتخرجوا جديد، نفتش عن الطب المدرسي، يمكن بالمدارس كل 500 طالب لازم يكون عليهم طبيب. بالوقت اللي هيدا منه موجود بلبنان، او منلاقي يمكن مدارس فيها 3000 ولا 5000 تلميذ عليهم طبيب واحد. نفتش عن فرص عمل للأطباء، طب الرياضة، يمكن طب المعامل والمصانع الكبرى، يعني بأي مصنع في عنا فوق 500 و600 موظف هو وعيالهم، هودي بيستوجبوا انه يكون على رأسهم في كلينيك ولا طبيب، وهيك بنكون فتشنا على فرص عمل. التعاطي مع الطبيب بالضمان الصحي يتعامل كأنه درجة أولى. اليوم الطبيب يعالج كل الناس لكن هو يبقى دون معالجة، اليوم بفوت درجة تانية على المستشفى يلي هيدا فعلا مذل بحق كل طبيب. اليوم هدفنا نرجع نخلق هالثقة بين هالمريض والطبيب يلي تزعزعت بالآونة الأخيرة، وبالتالي هون يمكن ان الله راد اذا الله وفقني وكنت على راس نقابه اطباء لبنان نرجع نخلق لجنه تحقيقات خاصه بالعمليات التجميليه. يعني هالنقطه اللي اثرتها كثير مهمه، والثقه يعني مثل ما قلت الثقه المتبادله يعني اكيد هيدي كثير مهمه باي مهنه، خاصه بين الطبيب والمريض. لانه ساعه ما نفقد الثقه بتتزعزع كل المنطقه بتزعزع. صحيح. وبالتالي هون هدفنا نرجع كمان نوصل رسالة الطب للناس بكل شفافية وموضوعية. نعم دكتور صعب، بما أنه عم نحكي عن الطب هالقد عنده رسالة سامية مثل ما دايما بقول، نحن سابقا طبعا شفنا تقرير عن الممثلة أنجلينا جولي اللي أخذت قرار يعني أنا تفاجأت فيه. يعني أنجلينا جولي منقول السامبول لكل شيء جميل، أنوثة المرأة، أخذت قرار أنه تستأصل الثدي نتيجة انه ممكن تتعرض لسرطان الثدي بعد ما قامت بالفحوصات. شو رايك بهالنقطه، وقد ايه اليوم يمكن هالوعي مهم جدا لكل سيده عم تتابعنا؟ اول شيء بحترم هالشخص يلي بحبه كثير انجلينا جولي، اول شيء على انسانيتها يلي كانت سفيره النوايا الحسنه على كذا سنه، وتواجدت يمكن باسوأ المناطق بافقر المناطق، واكبت الناس المتضايقين، وبالتالي ما ادى الى انسانيتها والى وجودها دائما حد الضعيف، يمكن تبرعت بكثير من اموالها للناس الفقراء. اليوم انجلينا جولي عندها بالجن البي ار سي اي 1 يلي هو معقول مع العمر يؤدي الى امراض سرطانيه بغدد الحليبيه بالصدر. وهيك صار مع والدتها وتوفت على عمر 57 سنة. اليوم الدراسات بيّنت انه منقدر نعمل استئصال للثديين، وبالتالي هيك منكون تجنبنا امراض السرطان اللي معقول تصير وتؤدي الى هلاك، يعني الى هلاك المريض، الكين من العلاجات، الكين من انتشار المرض السرطاني بالصدر. وهون فعلا بدي حييها، ويمكن كمان ترجع تلجأ لاستئصال المبيضات يلي كمان هن عرضة للأمراض السرطانية عند الناس يلي عندهم البي ار سي اي 1 الجين. وبالتالي هون بدي اقول مع كل احترامي لها انه هي بالرغم من مأساتها هي قدوة
وهي الوعي لكل الناس. صحيح. وهي حتكون فعلا رمز الوقاية من أمراض السرطان يمكن بالعالم. مزبوط. دكتور صعب، على كل حال نحن متمنين لك كل التوفيق بانتظار النتيجة نهار الأحد، وكمان الكلمة رح تلقيها إذا تم الفوز، ومنشوفك إذا الله راد هيك بحلقات قادمة لنحكي أكثر عن برنامجك المخصص لهالمسؤولية الكبيرة اللي أنت بالفعل هيك حاططها ببالك وحاطط كل أمالك عليها. يعني اكيد نحن بهمنا اخر شيء نقابه الاطباء، ونحن بنستحي وبنخجل ببعض النقبة السائبين يلي تواجدوا على راس نقابه الاطباء، وعدوا الناس بكثير وعود وما نفذوها، وبنتمنى بالمستقبل نحذي حذو النقابات الاوروبيه مثلا، يحاسب النقيب على برنامجه الانتخابي. يمكن اليوم انا بنتخب شخص على البرنامج تبعه، لكن بالاخر بنلاقيه انه ما نفذ شيء، ويمكن كان غرض واهدافه سياسيه ولا البحث عن الشهره. لا، اليوم بدنا نتعاطى مع الموضوع بكل جديه لحتى نقدر ننهض بنقابه اطباء لبنان، لحتى تبقى فعلا محط انظار كل الاطباء. شكرا لك دكتور نادر صعب، واهلا وسهلا فيك. ميرسي.